أخبار المال من قناة الجزائر الدولية، أهلا بكم. بداية، ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس لتواصل تحقيق مكاسب على الجلسة الثانية على التوالي بسبب مخاوف من تراجع المعروض نتيجة الاضطرابات في البحر الأحمر وتراجع إنتاج ليبيا. وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس المقبل بنسبة 0.70% لتسجل 78 دولارا فاصل 80 سنتا للبرميل، في حين ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر فيفري بنسبة 0.92% لتبلغ 73 دولارا فاصل 37 سنتا للبرميل. كما شكل بيان منظمة أوبك الذي أكدت فيه التزامها بالوحدة والتماسك واستقرار التماسك الكامل واستقرار السوق دعما قويا لأسعار الخامين. قالت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك من قللت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك من قرار انسحاب أنغولا من المجموعة، وقالت في بيان لها إن التعاون والحوار داخل تحالف أوبك بلس سيستمر. أوبك قالت إن استمرار التعاون في إطار المنظمة وحلفائها كروسيا سيفيد جميع المنتجين والمستهلكين والمستثمرين وكذلك الاقتصاد العالمي ككل. وكانت أنغولا أعلنت في ديسمبر أنها ستغادر أوبك اعتبارا من شهر جانفي 2024، ما أدى إلى انخفاض أسعار النفط. منظمة أوبك أكدت من جديد أن الدول الأعضاء ملتزمة بأهداف المجموعة المشتركة المتمثلة في الوحدة والتماسك في إطار كل من المنظمة والدول المنتجة خارجها والمشاركة في إعلان التعاون. توقع محلل جولدمان ساكس أن يتراوح سعر خام برنت بين 80 و90 دولارا للبرميل في العام الحالي، وذلك بناء على إمدادات أوبك بلس المرنة وانخفاض مخاطر حدوث ركود فضلا عن مشتريات احتياطات النفط الاستراتيجية من قبل كل من الصين والولايات المتحدة. وأوضح محللو البنك من بينهم دان ستروين في مذكرة بتاريخ 3 جانفي أنه قد يكون هناك دعم محتمل لأسعار النفط بقيمة 3 إلى 4 دولارات للبرميل ناتج من إعادة توجيه مطولة وكاملة للتدفقات بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر. احتلت الصين المرتبة الأولى كأكبر مشتر للغاز الطبيعي المسال في العالم خلال سنة 2023 بعد انخفاض وارداتها خلال سنة 2022 بسبب ارتفاع الأسعار والقيود المتعلقة بفيروس كوفيد-19. وبحسب بيانات، ارتفعت شحونات الغاز الطبيعي المسال الموجهة للصين بنسبة 12% في عام 2023 لتصل إلى نحو 71 مليون طن، لكنها تبقى أقل من مستويات سنة 2021. وتشير توقعات إلى عن ارتفاع واردات ثاني أكبر اقتصاد عالمي من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 20% لتبلغ 84 طنا حتى عام 2025، على أن تصل 136 مليون طن في 2030. ارتفعت أسعار الشحن البحري بعد هجمات جماعة الحوثي بمنطقة البحر الأحمر على سفينة تابعة لشركة ميرسك. وبحسب منصة الحجز والدفع للشحن الدولي فيرتوس، ارتفعت أسعار الشحن من آسيا إلى شمال أوروبا لأكثر من الضعف، متجاوزة 4000 دولار لكل حاوية بطول 12 مترا. كما ارتفعت الأسعار من آسيا إلى البحر المتوسط لتبلغ 5175 دولارا. رغم ارتفاع أسعار الشحن، لا تزال أقل من المستويات القياسية التي بلغتها في وقت جائحة كورونا، أين سجلت 14000 دولار لكل حاوية بطول 12 مترا متجهة من آسيا إلى شمال أوروبا وكذلك
البحر الأبيض المتوسط. أعلنت شركة الشحن الفرنسية العملاقة CMC أنها ستزيد رسومها بمقدار الضعف اعتبارا من 15 يناير الجاري لعمليات الشحن بين آسيا والبحر المتوسط على خلفية هجمات الحوثيين على السفن التجارية. وسترفع الشركة تسعيرة نقل حاوية يبلغ طولها 40 قدما من آسيا إلى غرب البحر الأبيض المتوسط من 3 إلى 6 آلاف دولار، وكذلك حاوية يبلغ طولها 20 قدما من 2000 إلى 3500 دولار أمريكي. قال لاري لينسي الرئيس التنفيذي لدى لينسي جروب في تصريح لشبكة CNBC إن ضغوط سلاسل التوريد التي انتقلت أثارها للتضخم في عام 2022 قد تظهر مرة أخرى في حالة استمرار التوترات في كل من البحر الأبيض المتوسط وكذلك المحيط الهادي والبحر الأحمر. كما أوضح عدد من مديري الخدمات اللوجستيكية للCNBC إن التوترات الأمنية في البحر الأحمر أدت إلى ظهور مشكلات عديدة بالنسبة لحركة التجارة العالمية، مثل الزيادة اليومية في تكاليف الشحن وتطبيق رسوم إضافية وطول المدة الزمنية التي تستغرقها الشحنات. إن ضغوط سلاسل التوريد التي انتقلت آثارها للتضخم في عام 2022 قد تظهر مرة أخرى في حالة استمرار التوترات في كل من البحر الأحمر والمحيط الهندي. إن التوترات الأمنية في البحر الأحمر أدت إلى ظهور مشكلات عديدة بالنسبة لحركة التجارة العالمية، مثل الزيادة اليومية في تكاليف الشحن وتطبيق رسوم إضافية وطول المدة الزمنية التي تستغرقها الشحنات. حثت الخارجية الصينية الخميس جميع الأطراف على حماية أمن ممرات الشحن في البحر الأحمر، وصفة إياه بممر الشحن المهم لتجارة السلع والطاقة الدولية. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وين بين في مؤتمر صحفي في العاصمة الصينية بكين إن بلاده دعت دائما إلى الحفاظ على أمن واستقرار الممرات المائية الدولية. عرضت مضايقة السفن المدنية أكيدا الحاجة إلى لعب دور بناء في الحفاظ على أمن الممرات الملاحة خاصة في البحر الأحمر باعتباره ممرا بحريا مهما للملاحة التجارية والسفن التجارية ونقل الحاويات. يعد البحر الأحمر ممراً ملاحياً مهماً لتجارة السلع والطاقة الدولية. إن حماية سلامته واستقراره يصب في المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي. وقد دعت الصين دائماً إلى الحفاظ على أمن الممرات المائية الدولية، وعارضت مضايقة السفن المدنية. ونعتقد أن جميع الأطراف بحاجة إلى لعب دور بناء ومسؤول في الحفاظ على أمن الممرات الملاحية في البحر الأحمر. قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إنه اتفق مع نظيره السيراليوني على تدعيم التعاون وتبادل التجارب والخبرات في مجالات عديدة، معلنا عن إنشاء مجلس أعمال مشترك يرفع مستويات التبادل التجاري بين البلدين. في مساء حثيثة تبرز رغبتها بتعزيز تواجدها في أسواق بلدان القارة الإفريقية، تكثف الجزائر تحركاتها خاصة بمنطقة غرب إفريقيا. الجزائر وسيراليون تتفقان على إنشاء مجلس أعمال مشترك لترقية مبادلاتهما التجارية وتبادل الخبرات في عدة قطاعات على غرار قطاع الطاقة، الصناعة والفلاحة. يضاف هذا إلى جملة خطوات ميدانية اتخذتها في الآونة الأخيرة في سياق الانفتاح على أسواق غرب إفريقيا على غرار افتتاح أولى البنوك الجزائرية في المنطقة بكل من موريتانيا والسنغال. اتفقنا على تدعيم التعاون وتبادل التجارب والخبرات في مجالات عديدة، منها الطاقة، التجارة والفلاحة والصناعة،
الصناعة الغذائية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والصيد البحري، وعلى ارتقاء بمستوى التبادل التجاري بإنشاء مجلس أعمال مشترك، وهي خطوة عملية من شأنها فتح جسور تعاون بين المتعاملين الاقتصاديين من الجانبين. عبرت عن عميق إرادتنا في تعميق التعاون بين بلدينا في مختلف المجالات الثقافية والسياسية، كما اتفقنا على تعزيز تبادل الخبرات والمهارات وكذا ترقية التعاون التجاري. مجلس الأعمال الجزائري السيراليوني سيمكن المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين من الولوج إلى سوق فريتاون لتصدير منتجاتهم أو حتى تشييد مشاريع استثمارية في ظل الطلب الإفريقي المتزايد على السلع الجزائرية. هذه الزيارة تأتي في إطار استراتيجية اعتمدتها الدولة الجزائرية. هذه الاستراتيجية بارزت تقريبا منذ سنتين أو ثلاث سنوات، هناك توجه واضح للدولة الجزائرية نحو إفريقيا لتعزيز العمق الإفريقي. نلمس ذلك من خلال عديد المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي. الدولة الجزائرية تريد التواجد بقوة داخل سوق غرب إفريقيا. لماذا السوق الإفريقية؟ لأنه ببساطة السوق الإفريقية هي سوق واعدة جدا، سوق فيها أكثر من 1,200,000 نسمة، والآن السوق الإفريقية هي محل أطماع الكثير من قوى العالم. وتترجم الإجراءات المتخذة في السنوات الأخيرة الاستراتيجية الجزائرية للتوجه نحو العمق الإفريقي كالشروع في إنجاز الطريق الرابط بين تندوف الجزائرية وزويرات الموريتانية، إضافة إلى التوجه نحو تدشين منطقة التبادل التجاري الحر بين الجزائر ونواكشوط خلال الأشهر المقبلة، بالإضافة إلى إطلاق العديد من الخطوط الجوية والبحرية لربط الجزائر بمختلف الدول الإفريقية. من جهته أكد الرئيس السيراليوني جوليوس ماداويو رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الثنائية مع الجزائر وفي مختلف المجالات. نحن مصممون على تعزيز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف. هذه الزيارة تأتي موازاة مع بداية ولاية الجزائر وسيراليون كعضوين غير دائمين بمجلس الأمن. خلال هذه الزيارة كان لي نقاش معمق مع أخي وصديقي الرئيس تبون حول مصالحنا المشتركة في إطار التضامن. عبرت عن عميق إرادتنا في تعميق التعاون بين بلدينا في مختلف المجالات الثقافية والسياسية، كما اتفقنا على تعزيز تبادل الخبرات والمهارات وكذا ترقية التعاون التجاري. نعود إلى ملف النشرة والمتعلق والمرتبط بأزمة البحر الأحمر، مسألة ارتفاع أسعار النقل البحري وكذلك الحاويات من طرف الشركات الكبرى الناقلة للحاويات عبر العالم. لأثراء النقاش أرحب بضيفي هنا في البلاتو المحلل الاقتصادي الأستاذ سلام جلول، مرحبا بك أستاذ. إذن مرحلة أخرى وتداعيات أخرى بعد جائحة كورونا على النقل البحري، مع أزمة جديدة في البحر الأحمر تؤثر مباشرة على النقل والملاحة البحرية خاصة بالنسبة للتجارة البينية، ربما ما هي تداعيات هذه الأزمة وأزمة الحوثيين في البحر الأحمر على الاقتصادات العالمية وعلى التجارة البينية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا حتى نضع الأمور في نصابها، هي ليس أزمة مفتعلة بل هي ردة فعل عن حرب جائرة ضد بلد عربي وشعب أعزل في غزة. إذن اليمنيون ونخبتهم المعروفة حاليا بالحوثيين قررت مساعدة أهلنا في غزة على الشكل الآتي. أولا أرسلت إنذارات قالت أوقفوا هذه الحرب، كما طالبت كثير من الدول العربية وخاصة الجزائر بنقاط قوية في الجمعية الأولى للمجتمع المسلم والعرب والمسلمين في الرياض والذي لم ينجح، إلا أن اليمن قرر أن يصعد وأرسل بعد الإنذار، نفذ الإنذار وقال سفن الكيان لن تمر، وبعدها قال بما أنكم لن تسمعوني، فصعد إلى الدرجة الثانية وقال السفن الآتية والذاهبة إلى الكيان حتى ولم تكن تحت علم الكيان لن تمر. إذن بعد هذا
من المنتظر طبعا هناك تحول في المجال المائي في تسيير شركات النقل البحري، خاصة الشركات الأوروبية والأمريكية وجل الشركات التي تورد الكيان كل المواد لكي يبقى حي، ونحن نعلم أنه يعيش على الخارج ولا يعيش على مقوماته الداخلية، وبالتالي منعت وصول الحاويات إليه والنفط إليه، وبالتالي منتظر أن يأخذ أصحاب النقل قرارات في تحويل بواخرهم، وتقوم شركات التأمين برفع التأمين. إذن زيادة الضغط على الكيان من خلال تحويل المسار وإضافة أكثر من 13,000 كيلومتر للدخول إلى البحر المتوسط بعد الدورة على الرجاء الصالح، وهنا تكاليف النقل ترتفع جدا وتضاف إليها تكاليف التأمين. لكن طبعا في لغة الاقتصاد أي مخاطرة في أي مضيق مائي عالمي تؤدي فورا إلى رفع أي مخاطرة في أي مضيق عالمي. ندرك أن مضيق، نتحدث عن مضيق باب المندب ونتحدث عن البحر الأحمر وقناة السويس، هي ربما أهم من الممرات الحيوية في العالم، بما أنها تربط بين آسيا من المحيط الهندي إلى غاية البحر الأحمر إلى غاية داخل البحر أو حوض البحر الأبيض المتوسط. ما هي تداعيات المستقبلية الأستاذ سلامة جلول، توقعاتكم في المرحلة المقبلة على مسائل التجارة البينية؟ بدأت الآن الأصوات تتعالى وترفع جل الشركات الكبرى للملاحة أسعار الحاويات ونقل الحاويات عبر البواخر والناقلات البحرية. الإجابة تملكها أخي وليد، لقد تنبأنا أنا وأنت من هذا القناة الطيبة أسابيع قبل حدوث أول أزمة في باب المندب، قد تنبأنا من هنا، قلنا المضيق المائي الخطير الذي يمكن أن يؤثر في مجرى الحرب في غزة، وهي شبه حرب قوى كبرى ضد شعب أعزل حتى نكون واقعيين، قلت لك ستكون من باب المندب وقناة السويس، وشيء من ذا قلت من ضرب الخيال أن يقع مثلا ليس قرار من حكومات عربية ولكن من شركات وأفراد، ربما إضرابات في قطاع النفط، وتنبأت هذا في شركات في الخليج ولم يحدث، لكن باب المندب حدث فيه، وبالتالي الأثر أنذاك قلنا أنه بأقصى تقدير إذا أغلق باب المندب لن يتحمل العالم 48 يوما متتالية، مستحيل أن يتقبل إغلاق ممر مائي مثل هذا الممر العالمي. 10 سلع العالمية يعني واحدة من 10 حاويات في العالم تمر من هذا الباب، نقطة انتهى، يعني 10 التجارة العالمية التي تمشي عبر المحيطات والبحار تمر عبر باب المندب، يعني شيء خطير مستحيل حين السكوت. وبالتالي أنا أرى أنه سيؤدي إلى النتيجة التي نشبت من أجلها هذه الأزمة، سيؤدي بالتوافق مع ضربات المقاومة على جنود وآليات الكيان دمرهم الله في هذه البلاد، المقاومة زائد حركة غلق باب المندب سيؤدي إلى إيقاف شعلة هذه الحرب عن قريب بإذن الله. وهل تتوقعون أستاذ سلامة جلول ارتفاع مزيد من الارتفاع في مسألة أسعار النقل البحري وما حدث في جائحة كورونا؟ كانت أسعار النقل الحاويات كانت أرقام قياسية، هل ستعود إلى تلك الأرقام في المستقبل القريب؟ أنا لا أتنبأ ارتفاعات كبيرة، بما أن هناك حل ثانوي يزيد من التكاليف، ولكنه إذا أضفنا تكاليف النقل على نقطة رجاء صالح وتكاليف التوقيت والتأمين، إذن الإضافة الأقصى التي يمكن أن تضاف علاوة أو تعوض باب المندب هي الإضافة على هذا الممر، لا يمكن أن تكون أكثر، حتى الناس يقولون فلنذهب على رجاء الصالح ولن ندفع أكثر. إذن النصيب الذي سيكون هو ما يعادل الكمية الزمنية مضروبة في سكون أبل لطن كيلومتريك ترانسبورتي بارفا ماريتيم، ومضاف إليها معدلات التصحيح لدى وكالات التأمين. إذن لن يكون هناك ارتفاع فاحش يؤثر على
النقل العالمي أنا لا أنتظر هذا، لكن ارتفاع سيقع، هذا الارتفاع سيقع رياضيا، سيحرج الاقتصادات الكبرى الاقتصادية العالمية. نعم، يمكن وبدأت البيانات الآن أستاذ سلامة جلول، الخارجية الصينية تحدثت عن ضرورة حماية الممرات في البحر الأحمر، بدأت الآن ردود الفعل للحكومات والاقتصاديات الكبرى. الصين تدرك أهمية باب المندب وتدرك أهمية البحر الأحمر لخروج بضائع وسلعها عبر سلعها إلى البحر الأبيض المتوسط. في 100 تريليون ناتج خام عالمي الصين تملك 30 تريليون، لا نقاش. نعم. بالتالي ربع هذه التجارة ربما تكون الصين هي المحتوية عليها المسيطرة عليها عبر هذه الممرات وعبر غيرها. من المقرر ومن المنتظر أن تكون ردة فعل للصين، لكن السوفت باور الصيني يدعو إلى السلم ويخطط منها. لا ينسى أحد أن للصين تملك أول قاعدة بحرية خارج حدودها في العالم موجودة في جيبوتي، وهناك في هذه الأيام سمعنا عبر الإعلام أن هناك دولة خليجية بين قوسين تشيطن كل بلدان العرب، تقوم حاليا بافتعال أزمة بين اليمن وأحد جيرانها حتى تدخلهم في حروب آلية. لكن اليمنيون أدركوا هذه اللعبة وبقيوا على المسار وعلى الخط. إذا أردتم فتح باب المندب وإعادة التجارة المائية على الطريق العادي كما كانت قبل ولن يؤثر فيها أي شيء، ارفعوا الحجر على غزة، ارفعوا الحصار على غزة. ما لم ترفعوا هذا الحصار وما لم يدخل الغذاء والدواء إلى غزة، أزمة باب المندب سوف تتعمق. هل ستطول أزمة باب المندب أزمة البحر الأحمر الأستاذ سلامة جلول، توقعاتكم على الاقتصادات وكذلك على الفترة المقبلة التي تعد حساسة بالنسبة لجول الاقتصادات مع بداية سنة 2024؟ شوف، لن يكون هناك 1/10 في العالم إذا شئنا، لأن عشر السلع تمر. إذن 1/10 على الكوكب سوف يتأثر بهذه الأزمة. لا لشيء، ربما لكويفيسيون دافكتاسون غادي يتبدلوا، يعني المخاطر ما غاديش يتكلفوهم مباشرة، لكن الترددات سوف تأتي فيما بعد، ارتفاع أثمان النقل، ارتفاع أثمان التأمين، زيادة مدة وصول السلع، كل هذا سيؤثر على سلاسل الإنتاج في العالم بأجمع. التوريد تتأثر. نعم، حاوية على 10 سوف تؤثر، وبالتالي لن ينجو أحد من أزمة عميقة وطويلة الأمد في باب المندب. على العالم أن يتحرك أولا لحل أزمة باب المندب، أن يحل يوقف الحرب على الشعب في غزة، لا نقاش في هذا. واليمنيون معروفون بلد عاصية على الغزاة، وأن من منبرك هذا أتحدى أي دولة غربية أن تنزل جنديا واحدا على أرض اليمن، لن يفعلوها. وبالتالي هذه الأزمة ليس لها حل إلا في غزة، فليقوموا بالواجب وليوقفوا حرب العدوان على غزة وليرفع الحصار عنها، وسوف يفتح باب المندب في أقرب الأجل. شكرا لك جزيلا الأستاذ سلامة جلول المحلل الاقتصادي. إذن نواصل نشرتنا، حيث تواصل انكماش الاقتصاد المصري مع تراجع الجنيه خلال شهر ديسمبر، وأظهر مسح اليوم الخميس أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش في ديسمبر للشهر 37 على التوالي، في وقت يواصل فيه ضعف العملة الجنيه المصري وقيود الاستيراد عرقلة أنشطة الأعمال، لكن الثقة حيال الإنتاج في المستقبل انتعشت من مستوى قياسي منخفض. وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورس جلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 48.5 نقاط في بعد 48.4 نقاط خلال شهر نوفمبر، لكنه ظل أقل من مستوى 50 نقطة الذي يعني نمو النشاط الاقتصادي في مصر. في اليابان تراجع مؤشر نيكي في ختام تعاملات الخميس بعد العودة من عطلة أسبوعية مطولة في إطار احتفالات رأس السنة، في ظل تضرر معنويات المستثمرين إثر تبعات الزلزال الذي ضرب غربي البلاد هذا الأسبوع. وعند الإغلاق هبط مؤشر نيكي بنسبة 0.53% إلى 33,288 نقطة، في حين ارتفع مؤشر التوباكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.52% إلى 2,378 نقطة.
تسارعت وتيرة نمو النشاط القطاع الخدمي في الصين خلال ديسمبر بأفضل الارتفاع القوي والذي الأعمال الجديدة والذي ساهم في زيادة درجة تفاؤل الشركات العاملة في القطاع. ووضحت نتائج مسح S&P Global التي صدرت الخميس ارتفاع مؤشر كيكساسين لمديري المشتريات في القطاع الخاص إلى 52.9 نقطة في ديسمبر من 51.5 نقطة خلال شهر نوفمبر ليسجل أعلى قراءة له من جويليا الماضي. ختام أخبار الاقتصاد يمكنكم متابعتنا عبر شبكات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة. إلى اللقاء.